بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم في أول بث حي تجريبي لقناة السنانية. المفروض قبل ما تكون بتتفرج على الكليب ده وأي كليب تاني على القناة تكون بتشوف الكليبس اللي موجودة في الأول، اللي هي مقدمة لازمة للزراعة وللقناة. الزراعة السنانية أنا شارح الموضوع في الكليبس الأولانية خالص في القناة عشان يبقى كل الناس اللي داخلة هنا فاهمة هي داخلة على إيه. أولا انا مش راجل فلاح متمرس ولا مهندس زراعه ولا اي حاجه، انا راجل عندي التجربه وبزرع بقالي كام سنه صغيرين، لكن بزرع بطريقه مختلفه. الطريقه المختلفه دي مش معناها ان مفيش حد غيري بيعملها ومفيش حاجه، مفيش اي كليب من الكليبس اللي موجوده على القناه هنا هو كليب هي دي الطريقه ومفيش غيرها. كل كليب انا حتى في الاخر بقيت بكتب على الكليبس بتاعتي ان دي احدى الطرق ودي طريقه مجربه لفتره قصيره عن طريقي. فهو ده موضوع الزراعة السنانية. يعني الفكرة باختصار كده ان الساينس خرب الزراعة في الدنيا كلها، فالفكرة من القناة دي ان احنا نرجع للسنن الكونية للزراعة. في سنن ربنا خالق بيها الزرع ومديله القدرة على ان هو يتصرف على اساسها، واللي انا بعمله ان انا بحاول ارجع للموضوع ده. ده مفيد بالنسبة لك في ايه؟ ده مش مفيد بالنسبة لك في اكتر من ان اولا نفهم ان دي واحدة من الطرق، ثانيا افهم ان دي مش طريقة لازم تكون ساينتفكلي ابروفد. مفيش اي حاجة عامة اللي انا بعملها رحت بيها اي معمل وجربت. حاجه تالته مهمه هي ان تخلي بالك في الاسئله اللي انت بتبعتها لي، لان في ناس اصلها شغلها في الحياه عشان ما بتشوفش الحاجات اللي في الاول، بتبص على كليب واحد وتمشي. فيبعت يسالني طب الهيدروبونكس، طب الزراعه المائيه، الزراعه عن طريق السمك، الزراعه على مش عارف ايه. ده كله بعيد تماما عن اللي انا بعمله في القناه. القناه دي شغلها الزراعه السننيه زي ما اسمها، مش عارف اعمل ايه اكتر من كده. زراعه على السنن الكونيه. مفيش زرع طبيعيا بيطلع سننيا بالهيدروبونكس ولا بالسمك، الا لو بتحب يمكن تزرع الطحالب في البحر ولا حاجه، انما انا ما اعرفش ازرع طحالب في البحر اذا كان ده اللي انت عايزه. طبعا انا كان المفروض اقول الاول قبل ما نمشي كل المشي ده، انا هحاول اخلي الكليب ده قصير قدر المستطاع، هوبفلي يا رب المره دي انجح في ده. الكليب ده اول تجربه بث حي على القناه، وانا عارف مسبقا ان في مشاكل هتطلع. فاولا اذا لقيت نفسك عندك مشكله ان شاء الله الكليب هيطلع بجودة كويسة في الاخر على القناة نفسها، فانت لو مش سامع كويس او عندك مشاكل تقدر تشوف الكليب على القناة بعد فترة. الكليب ده يجاوب على مجموعة من الاسئلة، انا هحاول احصرها في 10 اسئلة عامة على الزراعة واجاباتها. الهدف من ده ان كل شوية الاسئلة دي مكررة وبتتجاوب كل شوية لواحد لوحده، فبالتالي انا بجمعها كلها في كليب ده عشان تبقى مفيدة لاي حد عايز يعرف يزرع الحاجة الفلانية ازاي، يعمل ايه في الموقف الفلاني وهكذا. طبعا من الناحية التقنية اولا علشان انا عايش في مصر، فطبعا الانترنت مهما كانت هايلة فهي محدودة، فطبعا في ليتنسي بيني وبينك. يعني انا الكلمة اللي بقولها دلوقتي دي انت هتسمعها بعد دقيقة، فانت هتسأل الاسئلة بتاعتك، اسأل السؤال مفيش اي مشاكل لما تسمعه، وانا هجاوبك ان شاء الله على الشات. واذا ما كانش في مشاكل هجاوبك بالصوت في الاخر، اذا كان في مشاكل هجاوبكم كتابة على الشات، هيبقى مفتوح ان شاء الله طول الوقت. فانت لو عايز تبعت اي سؤال ابعته كتابة على الشات في الصفحة دي. للي ملحقش البث الحي وبيشوف الكلام ده بعد كده، تقدر ان انت تبعت اسئلتك على التعليقات بتاعة المقطع، وانا ان شاء الله برضو ممكن المها بعد كده في كليب تاني ويطلع كليب تاني باجابات الاسئله كلها تاني. فالسؤال الاول اللي جاوبته اوريدي هو دايما بيبقى ايه هي الزراعه السننيه اللي انت بتتكلم عليها دي، فهو الكلام اللي قلناه قبل ما ادخل في الموضوع التكنيكال. فالسؤال اللي بعده هو امتى ازرع الحاجه الفلانيه. الحاجة الفلانية دي دايما بتبقى حاجة من الحاجات اللي انا عاملها على الشانل. يعني حد بيشوف مثلا طريقة زراعة الفلفل الرومي وبعدين يسألني ازرع الفلفل الرومي امتى. انا يا جماعة بتعب نفسي واحط حاجات على الفيديو عشان تشوفها، فتزرع الحاجة الفلانية امتى بص في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه هتلاقي التواريخ. فانا بكتب التاريخ بتاع لما حطيت البذرة او لما حطيت الشتلة، وبعد اسبوع ولا بعد اسبوعين التاريخ كذا وحصل فيها كذا وشكلها بقى كذا، فالتواريخ مكتوبة قدامك، ركز بس في الفيديو اللي انت بتشوفه. السؤال الثالث، ايه افضل طريقة ووقت للري؟ ده سؤال متكرر تقريبا على كل الكليبس اللي انا حاططها. امتى اسقي الزرعة الفلانية؟ الري ملوش علاقة بالزرعة قد ما له علاقة بالحالة عندك انت سبيشالي. يعني من الزرعة للزرعة في طبعا فرق في الري، ده بياخد مية اكتر من ده وهكذا، لكن لو قلت لك اروي كل يومين ممكن حالتك تبقى محتاجة ان انت تروي كل يوم، وممكن حالتك تبقى محتاجة ان انت تروي كل اسبوع. فما فيش ميعاد محدد لانك هتروي.
unless ان انت جايب خراطيم مثلا وشغال بموضوع التنقيط والكلام ده، وده يبقى بره نفس الموضوع اللي بتكلم عليه، ده بره قصه السننيه، دي قصه ساينسيه اكتر منها قصه السننيه. عشان تعرف انت محتاج تروي امتى، انت محتاج تجرب بنفسك على مدار السنه. يعني الطماطم مثلا من النباتات اللي بتحب الميه، الطماطم بتحب الميه وبتحب الشمس، لكن الطماطم اللي انت زارعها في شهر 2 مثلا هتبقى بتتسقي كل اسبوع في المتوسط، وهي هي نفس الطماطم اللي انت زارعها في نفس المكان لما تدخل في شهر 6 او شهر 7 هتبقى بتتسقي كل يوم، وعلى حسب البلد اللي انت فيها ودرجة الحرارة ممكن تحتاج انها تتسقي مرتين في اليوم. طب دي حاجة تلخبط، يعني هعرف منين اروي الزرعة الفلانية ازاي؟ الحل ان انت كل شهر بتبص على الطين اللي انت زارع فيه. ما تبصش على الطين اللي انت زارع فيه معناها تبص بعينك من فوق، لان من فوق ممكن يبقى الطين ناشف تماما لكن الطين من جوه غرقان ميه. فاللي انت محتاج تعمله ان انت تبص على الطين، لو لقيته من فوق ناشف تغرز عقلة صباعك في الطين وتشوف هل الطين من جوه مبلول ولا لا. لو لقيته مبلول فانت مش محتاج تروي، لو لقيته ناشف يبقى ده معاد انك تروي. الميه مهم انك تاخد بالك منها، الميه القليله مضره والميه الكتيره مضره. انا اتكلمت على الكلام ده قبل كده، الميه الكتير بتخنق الزرع، بتخنق جدر الزرع وبالتالي بتموت الزرع. لو شفت كليب بتاع الريحان اللي انا عامله، انا وريت لك شكل الريحان وهو لما حصل موقف وقعد 3 ايام الدنيا بتمطر وثقوب الصرف اتسدت وانا مش في البيت، فهو عمال يعبي في ميه لغايه ما اتخنق الزرع. فانت محتاج تروي بحيث ان الطين يبقى دايما مبلول لكن البلل ما يبقاش بلل جامد، والا الجذور تتعفن، الجذور تتخنق وتتعفن. فكل اول شهر تحط صباعك في الطين وتجرب، لقيته مبلول، اليوم اللي بعده تحط صباعك تاني لقيته مبلول، خلاص انت مش محتاج تروي. تالت يوم لقيت ان انت محتاج تروي، كويس، يبقى انت كده عرفت ان انت بتعدي يومين وتسقي. الشهر اللي بعده الجو اتغير، ترجع تعيد نفس العمليه تاني، تقعد 3 4 ايام في الاول كده بتجرب، لقيت نفسك محتاج تسقي كل يوم ويوم. بعد كده في الصيف مثلا هتلاقي نفسك عايز تسقي كل يوم وهكذا. فاحسن طريقه تعرف بيها انت محتاج تروي ايه هي ان انت تجرب بنفسك في الارض بتاعتك انت، في الطين اللي انت زرع فيه، ومن زرع لزرع هيفرق حتى لو الطين واحد. فدي طريقه الري. في سؤال جالي غريب جدا انا مش هعرف ارد عليه بصراحه، بيقول الطين بيجي ازاي؟ فالطين بيجي ازاي مش عارف بصراحه اقول لك ايه. الطين بيجي من الارض، بيجي من اي جنينه، بيجي من اي حته. الطين ربنا خلقه طين، ربنا خلقك وخلقني من الطين ده، الطين موجود واحنا اللي جايين عليه مش احنا بنجيبه منين. السؤال اللي بعد كده، ازاي اتخلص من الافات؟ واحد من الكليبس برضو اللي هتشوفها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اللي بعده يعني قريب، هيكون بيتكلم عن الكومبانيون بلانتنج، طريقه التخلص من الحشرات بالنباتات المصاحبه. اذا كنت انت متابع القناه دي بس فانت هتشوف اللي خلال الاسبوعين الجايين ان شاء الله، بوري لك ازاي تزرع نباتات معينه وتعمل حاجات معينه عشان تتخلص من الحشرات اللي بتيجي على الزرع بتاعك. سؤال تاني، ايه حجم القصيص اللي ازرع فيه؟ برضو في الكليبس الاخيره بقيت بكتب الكلام ده على اول كل كليب. كل ما القصيص اللي هتزرع فيه يبقى اكبر ايا كان نوع الزرع فده احسن. افتكر دايما ان الاصل ان انت بتزرع في الارض، فالارض ما بتحدش النبات الا بقدر محدد، بقدر معين. فغالب النمو بتاع النبات بيعتمد على قدرته هو الشخصيه على ان هو يتمدد في الارض، جذوره تتمدد في الارض. فكل ما القصيص يبقى اكبر هيبقى احسن. لكن حيث ان احنا بنزرع في بيوت، يعني اكتر الناس اللي انا بكلمها ناس بتزرع في البيت، فبالتالي هو ما عندوش الكابابيلتي ان هو يملى شقته طين ويزرع فيها. ومن التجربة الشخصية اكتر النباتات، امناس ان انت بتزرع شجرة طبعا ده مش هيحصل، ما تحاولش تزرع شجرة في البيت ايا كان نوع الشجرة لانها مش هتطلع في البيت. الشجرة محتاجة طين، محتاجة ارض تتزرع فيها وتمد جذور. فباستثناء الشجر غالب النباتات بتطلع في حتت صغيرة. طالما انت بتزرع في البيت فانت بتزرع في اصاري، بتزرع حتى زي ما انت شايف كده عندي على القناة، هتلاقيني بزرع في علب بلاستيك، علب لبن، علب كرتون، فحاجات صغيرة لتر ولتر ونص، والزرع هتطلع فيها ان شاء الله. لكن مش هتبقى بنفس قوة وجودة الزرع لو محطوطة في قصرية كبيرة او محطوطة في ارض. فكل ما القصيص يبقى اكبر الزرع ان شاء الله يبقى عندها فرصة نمو اكتر. سؤال تاني متكرر هو ايه ضوء الشمس الكافي؟ الزرع مختلف في الشمس اللي بيحتاجها، كل الزرع محتاج ضوء الشمس، لكن في زروع بتحب ان ضوء الشمس يبقى غير مباشر. دي الزروع اللي عادة الناس بتزرعها في البيت، الزينة والورد والكلام ده، دي بتحتاج اسمها نباتات ظل، حتى بتحتاج ان الشمس ما تبقاش مباشرة، ولو حطيتها في شمس مباشرة فترة كبيرة ممكن انها تتحرق وتموت. لكن الخضار والفواكه والحاجات دي، الحاجات اللي الاكل، الحاجات الغذاء دي، حاجات بنحتاج شمس مباشرة،
والشمس بتختلف من زرعة لزرعة، لكن تقدر تقول المتوسط من 6 لـ 8 ساعات. فأكتر الزروع اللي أنت هتشوفها على قناة الزراعة السننية زروع بتحتاج من 6 ساعات شمس إلى 8 ساعات شمس كل يوم. لو حاولت تزرع في شمس أقل من كده، يعني مثلا الشمس تدخل عندك 4 ساعات في اليوم، ما بتدخلش 6 ولا 8 ولا الكلام ده، قد ينمو، يعني احتمال إن الزرع يكبر، لكن الأساس إنك بتحاول تحط الزرع على الأقل في 6 ساعات شمس. شمس مباشرة معناها شمس مباشرة، يعني شمس، ضوء الشمس، شعاع الشمس نزل على الورق بتاع الزرع. من ورا الإزاز مفيش مشكلة. يعني في ناس بتقول لي أنا حاطط القصرية على الشباك والشباك إزاز، فماشي مفيش مشكلة، ضوء الشمس داخل من الإزاز. لكن على الشباك وأنا قافل الشيش، لا طبعًا. ضوء الشمس يبقى شعاع الشمس نازل على الورق. من الزروع اللي بتحب الشمس كتير مثلًا الطماطم والفلفل. حاجتين من الحاجات اللي أنا مطلعهم على القناة دي حاجات بتحب الشمس مدة كبيرة. وبرضه المية مدة كبيرة. يعني عادة هتلاقي الحاجة اللي عايزة شمس كتير هي نفسها عايزة مية كتير، لأن الشمس طبعا دي بتنشف الأرض، فبالتالي بتحتاج إنها تتروي أكتر. السؤال اللي بعد كده، زرعت الحاجة الفلانية وما بتثمرش، ما بتطلعش ثمر. زرعت مثلا الفلفل وبيطلع الورد وبعدين الورد بيقع، زرعت الطماطم وبتطلع الورد والورد بيقع. حكاية إنها بتطلع الورد والورد بيقع دي ليها معنيين. أولا زي ما كنت لسه ردد على حد قريب يمكن الأسبوع اللي فات في كليب، الورد بيطلع وبعدين ما يطلعش ثمر، ده معناه ان يا اما ما تلقحش الورد، ما تلقحش ده معناه ان انت عايش في حته ما فيهاش حشرات، ما فيش حتى دبان عندك في الحته اللي انت زارع فيها، واشك اذا كنت عايش في بلاد عربيه يعني اشك ان انت ما عندكش دبان الحقيقه ولا في اي حته في الدنيا، لكن يعني فانت لو زارع في حته ما فيهاش حشرات خالص، وده احتمال ضعيف جدا، الورد مش هيتلقح. الاحتمال الاوقع، الاحتمال التاني، هو ان انت عندك نقص في حاجه معينه في التربه. التربة قصة كبيرة، كل الناس اللي بتزرع بتهتم بالزرعة اللي هي بتزرعها لأنها بتفرح بإنها تاخد ثمرة معينة من الزرعة، لكن الثمرة دي لازم تلاقي الغذاء اللي هي محتاجاه من الطين علشان تقدر تطلع الثمر اللي أنت بتفرح بيه. فأنت تهتم بالأرض عشان الأرض تهتم بالنبتة، فالنبتة تهتم بيك، يعني هي دايرة. خلي بالك الموضوع كله حلقة، ارجع للكليبس اللي أنا عملتها في الأول على القناة واسمع الكلام اللي أنا بقوله، كلام مفيد مش كلام بضيع بيه وقت. فالزرع بيطلع ورد وما بيثمرش، ده معناه إن عندك مثلا نقص كالسيوم أو نقص بوتاسيوم او ان الري مش كافي. فلو انت متاكد انك الري عندك كافي، يعني مثلا زرع زي الطماطم او زي البطيخ حاجه اصلها ميه، دي بتحتاج ميه كتير، فلو انت بتسقي كتير وفي على فترات منتظمه، يعني بتسقي خلاص انت عودت الزرع بتاعك انك بتسقي كل اسبوع، فانت بتسقي كل اسبوع ما بتفوتش اسبوع، يعني ما بيحصلش معاك ان انت بتسقي مره اسبوع ومره بعد 10 ايام ومره بعد اسبوعين، غلط. لو بتزرع خيار مثلا وانت مش منتظم في الري، حتى لو بتحط ميه كفايه، هتلاقي ان الخياره نفسها زي الخيار اللي بتشوفه في السوق كده، شويه رفيعه وشويه تخينه وشويه رفيعه، ده على حسب الري بتاعها كان عامل ازاي. الفتره اللي ما فيهاش ري كفايه ترفع، وبعدين تديها ميه كتير تتخن، فتلاقيها معوجه بالمنظر اللي انت بتشوفه عند الخضري ده. فلو انت بتروي بما يكفي وعلى فتره منتظمه، مش كل مره بمزاجك، مش كل مره على حسب الحاله، يبقى انت عندك في التربه نقص كالسيوم او نقص بوتاسيوم. على القناة في الاتنين، في طريقة ازاي تعمل بوتاسيوم وفي طريقة ازاي تعمل الكالسيوم، الاتنين موجودين على القناة. ادخل واعمل ده غذاء زرع طبيعي، زي ما قلنا كل حاجة طبيعية، ما بعملش أي حاجة ليها علاقة بالكيماويات، ولا تجيب سماد ان بي كي ويوريا والحاجات الغريبة الكيماويات دي كلها، لأنها ده خراب. يعني الأسهل من إن أنت تزرع بالأسمدة دي والحاجات دي إنك تنزل تشتري من السوق، لأن هو ده اللي في السوق. فسمد الارض لو عندك سماد طبيعي، اي سماد طبيعي، عندك حيوانات، عندك عصافير، عندك حمام، اي حاجه، الفضلات بتاعت كل الحاجات دي، ده سماد طبيعي تقدر تحطه على الزرع والزرع هيستفيد بيه. وتقدر ان انت الحاجات اللي انت عارف اذا كان مثلا موضوع انها بتزهر وما تثمرش، فانت عندك نقص في البوتاسيوم وفي الكالسيوم، اعمل بوتاسيوم والدوله واعمل الكالسيوم والدوله. الحاجة المتكررة سبيشالي في الفترة الأخيرة كانت إن أنت مش بتواظب على رفع الكليبس للقناة. الكلام مظبوط الحقيقة، يعني أنا فعلا مش مواظب على رفع كليبس للقناة، أنا عندي الكابابيلتي إن أنا أرفع كليب كل أسبوع، وعندي كابابيلتي إن أرفع كليب كل يومين كمان مش كل أسبوع، لكن مفيش اهتمام بالقناة. يعني أنا مش شايف إن الأودينس، مش شايف جمهور عظيم عريض علشان أقدر إن أنا أهتم بالقناة أكتر من كده. حتى الكليبس اللي الناس بتشوفها تلاقي مثلا الكليب عليه 100,000 مشاهدة، 100,000 مشاهدة ومثلا 100 واحد عملوا إعجاب و50 واحد عملوا ما عجبنيش. طب كويس، يعني
مئة ألف واحد اللي شافوا دول يعني، مش على الأقل عرفني رأيك في كليب إيه، ولا أنت الدنيا ماشية إزاي؟ أنا عندي قدرة على المواظبة على رفع كليبس باستمرار، ممكن زي ما أنت بتسقي الزرع بتاعك كل أسبوع أنا أدي لك كليب جديد لزراعة حاجة أو فايدة حاجة في الأرض أو بناء الكلام ده كله كل أسبوع برضه، لكن لازم أشوف من الناس اهتمام يعني، مش بس الناس بتتفرج، أكتر الناس مثلا اللي بتعلق تقول لي رأيها في اللي شافته إيه، ولا الحاجة الفلانية دي بعملها إزاي يعني. الأسئلة بتبقى دايما أسئلة بتاعت أسقي كل قد إيه، حد مش عايز يقرا فازرع الزرعه دي امتى، وهكذا. فمن فضلك عرفني ان انت مهتم باللي انت بتشوفه، لو شفت حاجه عجبتك دوس اللايك. انا عارف ان الناس بتعمل لايكس والكلام ده دلوقتي علشان شغل حبايب وانا واصحابي والكليب بتاعي يبقى هايل، انا مش ده دماغي، انا دماغي عايز لما اشوف 100,000 واحد شافوا كليب يبقى في مثلا 10,000 واحد عملوا لي لايك و5,000 واحد عملوا ديسلايك، ابقى شايف ان في على الاقل، مش عايز اقول لك حتى 100% اهتمام، عايز اشوف مثلا 50% اهتمام بالكليب. اديني رايك على كل كليب انت بتشوفه، عجبك ولا ما عجبكش، ما عجبكش قول لي الكليب مش عاجبني عشان الحاجه الفلانيه، ولما تقول كده ان شاء الله هتلاقوني انا كمان مواظب يعني، انا ما عنديش مشكله في ان انا اطلع حاجات كل شويه. الحاجه الاخيره يعني اخر حاجه هقولها موضوع الموسيقى، لان هو ده التعليق الوحيد اللي بيجي لي الفتره اللي فاتت دي، من فضلك بلاش الموسيقى، الموسيقى حرام يا جماعه، الموسيقى مش حرام كويس يعني، بس علشان ده مش مجال القناة، انما الموسيقى عموما الموسيقى مش حرام. عايز تدخل في ليه حرام وليه مش حرام وابن عباس قال ومش عارف مين قال، انا رديت على حد الاسبوع اللي فات على الموضوع ده علشان يبقى بس رد واحد موجود على القناة، لكن بغض النظر الموسيقى مضايقاك وطي الصوت واقرا يعني. انا مش فاهم الناس اللي بتقول الموسيقى مضايقاني، طب ما توطي الصوت، فين مشكلتك؟ اكتر كليبس انا ما بتكلمش فيها، اكتر كليبس بتبقى كتابة، فالمزيكا مضايقاك وطي المزيكا واقرا. مش عارف يعني، اذا كنت انت من الناس اللي شايفه ان الموسيقى حرام، ما اقدرش، انا ما اقدرش افرض فهمي للدين عليك، لكن اقدر اقول لك ان اكتر الكليبس اللي انت بتتكلم عليها اللي فيها موسيقى ما فيهاش اصلا حاجه يعني، هي الموسيقى محطوطه علشان يبقى فيه خلفيه صوتيه. فده كل اللي عندي، ده كل الاجابات بتاعت الاسئله. انا هبتدي اقرا في الشات دلوقتي، لو لقيت ان كان في مشاكل في الصوت وفي الموضوع واصل للناس ازاي هجاوبكم على الكتابه، اذا لقيت ان مفيش مشاكل صوت هجاوبكم بالصوت برضو ان شاء الله. بس المهم قبل ما اقفل دلوقتي، ما تنساش لسه بقول المواظبه على الرفع تاتي بالاهتمام، فيعني ما تنساش تقول لي رايك في اللي انت بتسمعه، لما تشوف كليب اعمل لايك ولا ديسلايك ولا اي حاجه، اكتب لي في الشات ان انت الحاجة الفلانية فاهمها، الحاجة الفلانية مش فاهمها، الحاجة دي عجباني، الحاجة دي مضايقاني، اهتم بالموضوع عشان انا اهتم انا كمان. اتفضلوا انا معاكم على الشات، ولو مفيش اسئلة ومفيش حاجة يبقى اشوفكم على خير ان شاء الله.